التاجر في سوق ثلاث بعين زكان. بالنسبه للطومور دابا كاين الاثمنه مناسبه، بالنسبه للقطنيه الثمن مناسبه بالعدس 10 دراهم تقريبا، التمر ديال البلاد هذا العام. بالنسبه للوز التمر الشريحه كلشي داكشي اثمنه مناسبه هذا العام شويه بالنسبه لهاد كورونا وداكشي هذا العام شويه. وبالنسبه للاثمنه هذا العام راه مناسبه، اللوز راه داك العام راه كندير 100 درهم 110 درهم، هذا العام راه داري 60 درهم، الكركاع 90 درهم، الاثمنه مناسبه. وانت بنادم دابا راه كيمشي على القد الجهد ديالو راك تعرف. معكم بالنهار محمد من مدينه انزكان، والحمد لله هذا العام الساعه موجوده عطا الله الخير الحمد لله، والاثمنه مناسبه بالنسبه للمستهلكين، والاقبال واخا هذا العام ان شاء الله قليل ولكن الحمد لله الله جبر لك الانسان اللهم هكا ولا بلاش كاع. واخا هذا الحجر الصحي الناس اقتصدوا شويه وقلال شويه الرواج التجاري، وكنشكر الله تعالى الحمد لله على هذا الشيء وصافي الله جبر. بالنسبه للثمنات كلشي الثمنات موجودين، السلعه موجوده الحمد لله، كلشي هو هذاك، والثمنات مناسبه الحمد لله. التمور كاين التمور من 15 درهم حتى 35 حتى 40، المهم على قبل كل واحد كل فئه الحمد لله كاين السلعه ديالها الحمد لله، كلشي موجود. السلعه القيه الحمد لله كاينه 30 درهم كاع بحال تاع السكري السعوديه، كاين 30 درهم هذا العام في السوق رخيصه الحمد لله، قبل قليل ماشي بحال العام اللي فات. الناس هذا العام اقتصدوا شويه على حساب هذا الحجر الصحي، الناس كاين اللي خدام كاين اللي ما خدام، الناس اقتصدوا شويه وصافي، يقبل غير شويه وصافي، الله يجزاه بركة. عطانا السلعه موجوده الحمد لله، وكثر الاسواق دابا الاسواق كثيره. دابا واخا الرواج نقولوا قليل ولكن دابا نتفرق على بزاف المناطق.